اش غادي نقول لك بالنسبه للظاهره، هي ظاهره صحيه بالنسبه للدوري السعودي، هذه واحد النهضه كرويه بالنسبه لدول الخليج، هذا تشجيع وتسويق ماشي اولا للسياحه الدينيه، ثانيا للسياحه الرياضيه، ثالثا الاظهار يعني المكتسبات ديال الدوله السعوديه بالنسبه للتنظيم ديال كاس العالم. والتنظيم ديال كاس العالم ما كيجيش هباء من تراب، خص مجهودات، خص التسويق، التسويق الكرة القدم السعودية من بناء الملاعب في المستوى، من بناء بنية تحتية، من بناء الفنادق، من انتقال العديد من اللاعبين. وكما كتشوفوا فجل اللاعبين ومازال باقي، هذه غير البداية ومازال باقي جاي اللاعبين، ربما غادي تولي البطولة او الاهتمام ديال الاعلام الرياضي غادي يكون كله، غادي يكون كله في الدوري السعودي وكاع في جميع الدول ديال الخليج. كاينه واحد المنافسه ما بين بعض الدول باش تبقى تولي عندهم واحد النهضه كرويه، اقلاع رياضي، غادي يهتموا حتى هما كره القدم ديال الذكور وديال النساء وديال الفوتسال، كل شيء باغيين يخدموا فيه، وهذا من اجل تطوير كره القدم، من اجل اعطاء صوره على ان المملكة العربية السعودية حاضرة وأنها موجودة بالنسبة للتنظيم ديال كأس العالم. رغم انتقالات، رغم وجود العديد من اللاعبين، فهو عطى واحد صدى طيب، وكاع جميع الدول كتكلم على حضور حاليا نيمار وكريستيانو وجميع اللاعبين المشهورين اللي كيلعبوا، بنزيما كاع سواء في ريال مدريد او برشلونه او في جميع الدول غادي يجيو للسعوديه. ومازال المزيد، كنت كنتمنى ان هذا الاقلاع الرياضي بما انهم هما تا هما طالبين باش ينظموا كاس العالم يكون عندنا حتى حنا في المغرب، وتا هما يفكروا ويجيو المستثمرين سواء خليجيين او مغاربه او الدوله تكلف وتجبد الملايير، من اجل لانه تا حنا طالبين باش ننظموا كاس العالم مناصفة مع البرتغال واسبانيا، حتى حنا نشيو اللاعبين على الاقل نوصلوا غير للدوري السعودي، حتى حنا نمشيو لاعبين بعض المليار او 5 مليار. ولما لا، خص الاقلاع، خص التسويق في المستوى، خص المسيرين يكونوا في المستوى، لانه اكبر شرف انه تنظم المغرب كاس العالم، وغادي يكون اكبر سياحه سواء لكره القدم، سواء البلاد ثقافيا تاريخيا، سواء المداخيل، سواء البنيه التحتيه، غادي يكون واحد التغيير. ولكن كنشوف باللي لازال ركود، باقين بعض الفروق عندهم مشاكل غير في الانتدابات، باقين عندهم المنع، فما بالك انهم غادي يجيبوا لاعبين، حتى واحد ما بغى يخلي بلاصتو، بعض الرؤساء شادين الكرسي. كنتمنى باش يطلقوا الكراسه لعباد الله اللي باغي يستثمر واللي باغي يدير واحد النهضه كرويه بالنسبه لكره القدم، باش تظهر سواء الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وصدار السياحه، ويبان وتشرف المغرب. رغم اننا كنعرفوا بلي المغرب دار احسن تمثيل في كاس العالم في قطر، وهذا كيشرفنا. وكنتمنى باش نديرو حتى حنا كما السعوديه وتولي عندنا، ولا كما مصر على الاقل.